حقيقي النبي يا رب، حقيقي النبي يوسع على الناس كلها يا رب. الدين النهارده طبعا الغلو دوت خلى الناس كلها ربنا يكرمها وتفكر تعمل مشاريع. مشروع بسيط جدا 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 معانا، المشروع الفلوس احنا طبعا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، ادوا 500، ال 500 ب 7 جنيه ونص. المشروع ده حلو قوي قوي قوي، والحزازه احنا معانا عملنا ايه، حطينا ورقه العمله وحزازه وملبسايه واتنين شيكابونه في قلب الكارت اهو. هيتعمل الكارت، هيتعمل من ده 24 واحده، 24 واحده بيتباع ب 20 جنيه، في مكسب حلو جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير وعليكم الاشتراك في القناه ان شاء الله باذن الله. يعني اهو هنوريكم احنا بنعملها ازاي. ادي ان شاء الله بسم الله، ادي العمله اهي، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، اهي ادي العمله. وتحط معايا 2 شيكابون اهو، الشيكابون ده طبعا اللي كان عندنا قبل كده ومتكلمين عليه كتير في كل الفيديوهات. طبعا عشان كده بنقول لحضراتكم لما تنزلوا تجيبوا، تجيبوا اللي هو ده 5 كيلو مدة سنة بيقعد. ادي الحزازة اهي، وادي الملبسية اهي اهي. وبنقفل الكارت اهو، نقفلها اهو، الكارت اتقفل اهو. طبعا بنعمل من ده كله كده عدد 24 واحدة، بنروح ايه عاملينها وموزعينها بقى ان شاء الله كده اهو. الشارع بين حارات ده فين؟ شارع بين حارات ده في رمسيس القاهرة، شارع بين حارات رمسيس القاهرة، متفرع من شارع قلوبين جنب شارع الفجالة. انزل الشوارع كتيرة جدا، الشركات كتير جدا في قلب اللهم صل على النبي، في قلب الشارع دوت فيها حاجات حلوة كتير. وطبعا داخل على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. اللي عاوز ينزل يشتري حاجات رمضان يشتري من شارع باب البحر جنبه على طول مباشرة. اللي عاوز يعمل مشروع يعني حلو قوي، شارع باب البحر فيه حاجات كتير قوي برضك حلوة، في ناس كتير قوي بتفتح مشاريع منه، الزبيب والمكسرات والحاجة هناك بتاعت رمضان. كل سنة وانتم طيبين، طبعا فكرة حلوة قوي. لو عجبكم الفيديو متنسوناش بلايك وشير وارجو الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. وان شاء الله عشان ما نطولش عليكم الفيديو، احنا هنخلص الفيديو ان شاء الله ونوريكم الكارت في الاخر الفيديو باذن الله. لو عجبكم الفيديو متنسوناش بلايك وشير، ومتنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.